السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكل المشاهدين الكرام في البدء المباشر بالملعب الكبير بطنجه الذي يحتضن لقاء قوي وكبير في منافسات كاس العرش، يجمع بين اتحاد طنجه وفريق الوداد الرياضي البيضاوي. دور الثمن النهائي طموح مشترك بين الفريقين. امامنا بشرى كربوبي ومحمد فرح هما اللي غادي يقودوا تقنيه الفيديو خلال هذه المواجهه. صحيح بان الفريق يعاني هذا الموسم على مستوى نتائج الدوري الاحترافي، حيث يحتل الرتبه الاخيره ويصارع من اجل الحفاظ على حدوده في البقاء في قسم الاضواء. حقق فوزين مهمين خلال الجولتين الماضيتين امام الفتح الرباطي والجوله الماضيه امام المغرب الفاسي خارج الميدان، نتائج رفعت من معنويات الفريق وسيحاول تاكيد ذلك في اغلى المنافسات المحليه، منافسات كاس العرش. فريق الوداد يضع منافسات الكاس الفضيه من اولويات هذا الموسم والحفاظ على مكانه اتحاد طنجه بالدوري الاحترافي، خصوصا بان الفريق يحتل الرتبه الاخيره ب 14 نقطه من 4 انتصارات فقط، تعادلين و16 هزيمه في الوقت. فريق الوداد يبعد بنقطه واحده على المتصدر فريق الجيش الملكي، حقق نتيجه فوز خلال الجوله الماضيه 1-0 امامنا خوان كارلوس غاريدو الذي يعرف ما ينتظره رفقه فريق الوداد. تبادل المحاوله لفائده فريق اتحاد طنجه، محسن بتولي رفعت كره داخل منطقه الجزاء، تدخل امين فرحان هذه خطيره، الهدف هدف اول لفائده فريق اتحاد طنجه بواسطه سفيان المودن. سفيان المودن لاعب سابق لفريق الوداد هو من يصل لجهه الشباك، 5 ديال الدقائق كافيه لاتحاد طنجه لتسجيل الهدف الاول. فرحه كبيره جماهير اتحاد طنجه بهذا الهدف، تسديده قويه ارضيه تعانق شباك الحارس يوسف مطيع. امين فرحان اللي حاول ابعاد الكره، ابعاد الخطوره، سفيان المودن في المكان المناسب يتمكن من وضع الكره في شباك. خطا لفائده فريق الوداد، دائما صاحب اختصاص هو جلال الدودي. جلال الدودي تلعبت كره داخل منطقه الجزاء في القائم التالي الراسيه من ايوب العبلود، ولكن كره كتخرج خارج ارضيه الملعب وضربه مرمى لبعيده فريق اتحاد طنجه. امامنا ايوب العبلود، صعود ومحاوله المسانده، تعبات الكره في القائم الثاني المدافع محسن الربجه. يحيى جبران لايوب العبلود، ترفع الكره بسبعي المترجي، تدخل الحاجي كره دي فورزا تزيد ممتازه، جلال الدودي يسدد وتدخل الحارس غايه مربح امامنا جلال الدودي. لاحظوا التسديده بحث على الجهه اليسرى اللي غير المكان ديالو في الجهه اليمنى حسين بن عياده، ترفع الكره داخل منطقه الجزاء فرصه، هدف يضيع، هدف محقق يضيع على فريق الوداد. كانت متابعه حميد احداد وكذلك ديال مؤيد اللافي، مشات كره في الجهه اليمنى حسين بن عياده، تمريره داخل منطقه الجزاء، الكل اعتقد بان الكره بامكانها تمشي مباشره للشباك. لاحظوا من منظر خوان كارلوس غاريدو كان قبل ان يسابق يعتقد ديال الوقت ديال المباراه من اجل العوده في الجيل، تعبت كره داخل منطقه الجزاء لفرصه، فرصه كره في الشباك والحكم المساعد رفع الرايه، الحكم المساعد رفع الرايه الانذار لان هناك تقييد لمس باليد. اذا يحيى جبران كان هناك لمس باليد، الحكم يلغي الهدف وانذار لعبيد فريق الوداد ليحيى جبران. كره في الجهه اليمنى لفائده فريق الوداد، اسماعيل مترجي تلقى الكره، تبادل المحاوله مره اخرى على مستوى الجهه اليمنى، سيف الدين بورا ترفع الكره داخل منطقه الجزاء، هذه فرصه فرصه وبرا الجريمه، محاوله شكلت خطوره في الوقت المطالبه بالزاويه. نتابعوا من جديد هذه المحاوله، تعبات الكره من الجهه اليمنى داخل منطقه الجزاء، كره في الجهه اليمنى، اخر فرص اخر محاولات لبعيد الفريق الوداد المحتل داخل منطقه الجزاء، تعبات الكره داخل منطقه الجزاء الراسيه، وسط الكره لجلال الدودي، تدخل الدفاع اللي كيبعد الكره في الوقت اللي محسن متولي يبحث عن المرتد الهجومي، ولكن تاتي صافره ديال الحكم ذكي الرداد لتعلن على نهايه الشوط الاول بتقدم فريق اتحاد طنجه على فريق الوداد بهدف لا شيء، هدف سفيان المودن في حدود الدقيقه الخامسه، فتره ديال الاستراحه غتكون فرصه للمدرب خوان كارلوس غاريدو المدرب الاسباني وهلال الطير من اجل الحديث مع اللاعبين.
التغيير كان اضطراري بالنسبه لامين فرحان لان كانت عنده اصابه ودخول امين ابو الفتح. اذا هذوما تغييرات، ثلاثه ديال التغييرات في صفوف فريق الوداد وتغييرين في صفوف فريق اتحاد طنجه. وبدايه الجوله الثانيه نتمنى بان الايقاع كذلك يكون ايقاع سريع كما تبعنا خلال الجوله الاولى من اجل الاستمتاع بهذه المواجهه. نذكر بان المباراه اللي كتدور بمدينه اكادير بين حاسنة اكادير وفريق الرجاء كذلك عن دور الثمن النهائي الجوله الاولى انتهت بالتعادل السلبي 0-2 بين الفريقين. الكره اللي في يد فريق الوداد، ايمن الحسوني، ايمن الحسوني في الوقت هناك احد لاعبي فريق اتحاد طنجه اللي مازال ساقط في ارضيه الملعب، شات كره في الجهه اليسرى. ايوب العبلود اللي جلال الدودي، جلال الدودي يبحث عن تسديد فرصه غايه مربح، غايه مربح في المكان المناسب. جلال الدودي يسدد بكل قوه وتدخل الحارس غايه مربح. لاحظوا التسديده اللي تقريبا 39 متر تقريبا كيسدد جلال الدودي مباشره للمرمى. ارسل زولا، جلال الدودي عند اللاعب زوير مترجي، مترجي فرصة ممتازة لزوير مترجي وتدخل كذلك كان رائع من غاية مرباح. نتابع هذه المحاولة، تعبت الكرة بشكل ممتاز. غنتابعوا هذه الزاوية، سفيان المدن إلى جانب محسن متولي. سفيان المدن كتلعب الكرة دائرية داخل منطقة الجزاء، فرصة تسديدة، فرصة شكلت خطورة واضحة، تدخل وإبعاد الخطورة، كانت تسديدة بواسطة اللاعب أحمد الشنتوف وتدخل ممتاز ورائع من المدافع أمين أبو الفتح. أمين أبو الفتح هو الذي أبعد الكرة وأبعد الخطورة. نتابع ضغط قوي من فريق الوداد، سمتة من لاعبي فريق اتحاد طنجة. حسين بن عيادة رفع الكرة داخل منطقة الجزاء الرأسية، أرسل زولا، أرسل زولا كان بإمكانه أن يوضع الكرة في الشباك، ارتقاء ممتاز للمدافع الكونغولي فوق الجميع، لعب الكرة بهذا الشكل. الكل أعتقد بأن الكرة في اتجاهها للشباك. نتابع من زاوية أخرى، أرسل زولا بالرأس كانت أنها تكون في اتجاه الشباك. زكريا كيالي كيمرر فرصة لبناء فريق اتحاد طنجة مرة أخرى. كيالي كيدخل داخل منطقة الجزاء، جزاء هذه فرصة، فرصة تسديدة قوية من رجل جانبا، تسديدة قوية من سفيان المدن تمر جانبا. تابعوا مرة أخرى هذه المحاولة، تمريرة سفيان المدن بن عيادة رفع الكرة في القائمة الثانية، فرصة، 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 وتدخل وإبعاد الكرة، تدخل وإبعاد الكرة، كرة خارج أرضية الملعب، كانت فرصة ومحاولة في الوقت للمطالبة أن هناك لمسة يد. الحكم كيطلب اللاعبين بأنه ينتظروا عدم تنفيذ الشرط. محاولة شكلت خطورة من كرة ثابتة لفائدة فريق الوداد. حسين بن عيادة لعبات الكرة. إذا متابعة الصورة، متابعة اللقطة في الوقت اللي هناك إنذار لسيف الدين مورا. الإثارة متواصلة في الأنفاس الأخيرة، في التواني الأخيرة، لكن رداد ومتابعة الصورة ومتابعة اللقطة. هل هناك لمسة يد؟ هل هناك ضربة جزاء؟ ورقة حمراء لحميد أحداد. إذا أمامنا داكي الرداد الذي يطلب من اللاعبين بأنه يعطيه يعني فرصة في متابعة الصورة، في متابعة اللقطة. الكل واقف، الكل يتابع هذا الإثارة وهذا التشويق الحاضرين الآن على مستوى أرضية الملعب. إذا ننتظر القرار. والآن داكي الرداد. إذا البوليسامبو جونيور تاني الحكم غادي يتابع هل كان هناك لمس لسوفيا المدن اتجاه ديال الكره. كل اشياء اللي الان كيوقف عليها داكي الرداد. اذا زاويه اخرى اللي كيتابعها حكم اللقاء وحكم المباراه. اذا تدخل تقنيه الفار في هذه اللقطه. إذا ننتظر القرار النهائي
طرف حكم المواجهة داكي الرداد الآن الذي يعلن على القرار. هل هناك ضربة جزاء أم لا؟ داكي الرداد ضربة جزاء للوداد في الأنفاس الأخيرة من المباراة بل في التوالي الأخيرة. إذن الوداد يحصل على ضربة جزاء. أيمن الحسوني يستعد لتنفيذ حسوني هدف التعادل. هدف التعادل للوداد. أيمن الحسوني يرجع في تسجيل الهدف. فرحة كبيرة لجماهير فريق الوداد بهدف التعادل في الأنفاس الأخيرة من المباراة. إذن أيمن الحسوني والأنفاس الأخيرة من اللقاء. ضربة جزاء تمنح هدف تعادل فريق الوداد لنهاية المباراة في وقت الأصلي بالتعادل الإيجابي. هدف لبنتي بين الفريقين. صوفيا المدن لاتحاد طنجة وفي الوقت بدل ضائع من هذه الجولة الثانية. أرحب بكل مشاهدي الكرام مرة أخرى هنا بالملعب الكبير بطنجة لمتابعة الشوط الإضافي الأول في لقاء اتحاد طنجة أمام فريق الوداد. مباراة التي احتاجت الآن لشوطين إضافيين من أجل الحسم في نتيجة هذه المباراة وبالتالي معرفة المتأهل للدور ربع النهائي. هدف اللي تابعناه في الأنفاس الأخيرة لفائدة فريق الوداد من نقطة الجزاء. والاعتماد دائما على المرتدات الهجومية السريعة خصوصا بدخول حسن عزريبي تواجد أحمد الشنتوف وزهير الوصلي. يحيى جبران تقطيع الكرة لأيمن الحسوني الحكم كيطلب وسط لقاء لعمان أعراب. لعمان أعراب فوز لفريق اتحاد طنجة. أعراب تسديدة مشات فوق المرمى. لعمان أعراب كان أمامه خيارين إما أنه يمرر الجهة اليمنى كان تواجد اللاعب حسن عزريبي كذلك على مستوى الجهة اليسرى. صوفيا المدن تعبت كرة دائرية داخل منطقة الجزاء تدخل ديال زوير مترجي. ترجع الكرة مرة أخرى لصوفيا المدن. رفع الكرة تدخل ديال أيمن الحسوني البحث عن المرتد الهجومي. زوير مترجي فرصة لفائدة فريق الوداد. هشام بو سفيان هشام بو سفيان انطلاقات دخول داخل منطقة الجزاء. القائم القائم الأيمن يرد والقائم الأيمن يمنع. هدف ثاني للوداد. هشام بو سفيان انطلاقة السرعة الاختراق دخول داخل منطقة الجزاء يسدد والقائم الأيمن هو من يرد الكرة وينوب عن الحارس غياب رباح. أحمد الشنتوف آخر التوالي تمريرة من الرحباوي داخل منطقة الجزاء. خروج الحارس يوسف مطيع بكل هدوء كيلتقط الكرة في الوقت اللي الحكم اللي كان كيشوف الساعة ديالو. محاولة تدخل الدفاع ديال فريق الوداد ويعلن الحكم داكي الرداد على نهاية الشوط الإضافي الأول. دائما التعادل الإيجابي هدف لمثلي بين الفريقين وسندخل للشوط الإضافي الثاني. بعد فوز أمام المغرب الفاسي بجوج صفر ففريق الوداد كان تأهل بعد ما فاز على المغرب التطواني بضربات الجزاء. إذن تعطى انطلاقة لهذا الشوط الإضافي الثاني. كرة لفائدة فريق الوداد من الجهة اليسرى. زوير مترجي أيوب العملود خدع الكرة مرة أخرى. يحيى جبران سيف ديال بورا سيف ديال بورا تمريرة في جناح بوليس أمبو جونيور تعود للعميد يحيى جبران. تغيير كرة في الجهة اليسرى. زوير مترجي زوير مترجي كرفع الكرة سامبو جونيور غياب رباح غياب رباح. بولي سامبو جونيور رأسية وتصدي وردة فعل ممتازة من غياب رباح. لاحظوا التمريرة بولي سامبو جونيور وهذه القوة ديال المهاجم السنغالي انه يطلب الكرة وراء ظهر المدافعين رأسية. الوقت اللي الحكم داكي الرداد يشير الورقة والبطاقة كيطلب من خوان كارلوس غاريدو انه يلتزم بالمكان المخصص له. تفدت الزاوية بسرعة يحيى عطية الله لأيمن الحسوني داخل منطقة الجزاء فرصة لفائدة فريق الوداد. سيف الدين بورا 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 تدخل غياب رباح. سيف الدين بورا يسدد وغياب رباح يصد ويبعد الكرة ويبعد الخطورة. نلعب الدقيقة الأخيرة نلعب الأنفاس الأخيرة والتوالي الأخيرة. يحيى عطية الله لفتت الزاوية بحث عن القائم الثاني. هذه فرصة يحيى جبران يسدد تدخل للمدافع محسن الرمجة. يحيى عطية الله
رفعت الكرة داخل منطقة الجزاء، فرصة وكانت متابعة لأيوب العملود، الكرة لمست أحد اللاعبين وتحولت للزاوية، فرصة أخرى ومحاولة خطيرة لفائدة فريق الوداد في هذه الأنفاس الأخيرة. الوداد يريد حسم المباراة في الوقت. اتحاد طنجة دائما سماته قوية، كنتابعوا الكرة اللي لبست اللاعب أحمد شنجوف والمتابعة اللي كانت ديال أيوب العملود. هنا فرصة بواسطة سيف الدين بوهرة الذي يسدد وردة فعل ممتازة، تعود الكرة لفائدة فريق الوداد ولكن المحاولة لن تكتمل لأن الصافرة ديال الحكم ذكي الرداد تعلن على نهاية الشوط الإضافي الثاني، وبالتالي دخول ولجوء الفريقين لضربات الجزاء الترجيحية. ضربات حظ، ضربات الأعصاب لفائدة فريق اتحاد طنجة. وحسين الرجاء يستعيد التنفيذ وضربة جزاء ناجحة. إذن ضربة جزاء ناجحة لفائدة فريق اتحاد طنجة، وللمدافع محسن الرجاء سدد بقوة كرة في الجهة اليمنى في الوقت اللي يسقط اختار الجهة اليسرى. يحيى جبران كيوضع الكرة، يحيى جبران كيوضع الكرة في الشباك، وضربة جزاء ناجحة. رد فعل خوان كارلوس غاريدو عميد فريق الوداد، طريقة ممتازة يضع الكرة في الشباك. أحمد الشنجوف يستعد للتنفيذ ويضيع، أحمد الشنجوف يضيع، ويوسف مطيع يتدخل في المكان المناسب. ضربة جزاء ضائعة لاتحاد طنجة. العملود يسجل ويمنح التقدم الآن لفائدة فريق الوداد. إذن أيوب العملود ضربة جزاء ناجحة، كل قوة كيعطي التقدم الآن لفائدة فريق الوداد. ويوسف مطيع، محمد زبول يضيع، محمد زبول يضيع، ضربة جزاء ثانية ضائعة لاتحاد طنجة وتألق الحارس يوسف مطيع. تابعوا من جديد. أمين أبو الفتح يسجل، أبو الفتح يسجل. ضربة جزاء ثالثة ناجحة لفائدة فريق الوداد. تسديدة قوية، فرحة كبيرة لإخوان كارلوس غاريدو. زهير الواصلي يضيع، والوداد في الدور الربع النهائي. زهير الواصلي يضيع ضربة جزاء ثالثة لاتحاد طنجة، وفريق الوداد في الدور الربع النهائي تألق الحارس يوسف مطيع. فرحة كبيرة لجماهير فريق الوداد بهذا الفوز، بهذا التأهل للدور الربع النهائي. ضربة الجزاء تمنح ورقة المرور للدور الربع النهائي في مباراة كبيرة، مباراة احتاجت لشوطين إضافيين، ولضربة الجزاء تنتهي بروح رياضية كبيرة بين الفريقين. هنيئا لفريق الوداد الرياضي البيضاوي، حظ أوفر لفريق اتحاد طنجة.